خاصة كمان للمنزل عم نقدم لكم فيها جهاز جديد واللي هو من هوميديكس هيوميديفاير. كلنا بنعرف انه نحن بفترة الشتاء بتكون عندنا الطقس كتير جاف، وايضا كمان لما بنشغل نحن المكيفات بفترة الصيف كمان نحن عم بيكون في عندنا جفاف على الغرف. أهمية الرطوبة انها تكون موجودة هي أهمية كتير كبيرة، لأنه إذا ما كانت الرطوبة بنسبة كتير مدروسة تكون موجودة بجو البيت أو الجو اللي نحن عايشين فيه بناخذ مشاكل كتير عديدة من الجفاف. تخيلوا كلنا بنعرف انه بنوقف وقت بيمرق وقت بفتره الشتاء بنحس انه الجلد عندنا كثير جاف، وكمان بنحس انه شفافنا عم نتشقق، حتى بيوصل هيدا الجفاف لتكون له اضرار سلبيه حتى على اظافرنا. حتى تخيلي ما حتتوقعي انه جفاف الجو بياثر على مناعه الجسم، بخليها تكون سهله انه تتعرض لاي مرض وينتقل لاي مرض، حتى المفاصل تبعنا لما نصحى الصبح بتكون عم توجعنا هو بسبب الجفاف، غير هيك كمان عندنا احتقان الانف وجيوب الانف لما نصحى الصبح ومو قادرين نتنفس هو بسبب جفاف الجو المحيط فينا. نحن اليوم عم نقدم لكم هيوميديفاير، هي اللي بترجع الترطيب على البيت وعلى جو البيت. هون عندنا هيدي عم نشوف هي الرطوبه اللي بتقدر تعطينا اياها هيوميديفاير. خلينا نشوف الجهاز اللي موجود معنا، هو جاي لكم من ماركه هوميديكس، رقم المنتج هو 619107، جاي لكم كمان مع هديه، بهديه كمان كثير مميزه واللي هي هيدي البورتبل سبا، عن جد سبا متنقل. عم نشوف هون الاصوات اللي بيطلعها هيدا الجهاز، مثل صوت مثل صوت الندى، مثل صوت الشتاء، كمان كل هيدي الاصوات بتساعد الواحد انه هو كمان يسترخي. عم نشوف هون رقم المنتج اللي موجود قدامنا هو 600204، انا قلت رقم منتج ثاني، جاي لكم مع خصم، موجود لكم مع الخصم اللي انتم عم بتشوفوه هلا قدامكم. اللي بيميز كمان شركه هوميديكس انه هي رائده بصناعه المنتجات لاكثر من 25 سنه، مو بس هيك بتعرفي شو اللي بيميزها؟ انه هي دائما بتطرح المنتجات الخاصه بالصحه العامه وبتنزل احدث التقنيات لنستفيد منها كلياتنا باكبر عدد ممكن. هلا بدنا نتعرف اكثر على الجهاز اللي موجود معنا، مثل ما عم نشوف في عندنا هون وعاءين واللي هن التانكس اللي موجودين معنا، بنعبي هدول التانكس بالمي، ومجرد نحن ما نعبيهم بضلوا عندنا الجهاز بيشتغل مده 72 ساعة متواصلة. عم نشوف هيدا التانك منعبيه مي ومنحطه هون، 72 ساعة متواصلة، غير عن باقي الأجهزة بحاجة دايما بيفضل مي وبحاجة نحن لنعبيها، هيدي الرطوبة بتضلها موجودة عنا لوقت كتير طويل. بعدين أنا اللي حلو هون أنا بدي أحكي عن التقنية بالضبط كيف بتشتغل. هلا نحن شايفين عنا هون جهاز هيوميديفاير اللي جنبي، أنا بدي ورجي هون البخار اللي طالع أو رذاذ الماء وكيف بتشتغل هالتقنية. هالتقنية بتشتغل بموجات الألتراسونيك. الألتراسونيك هي بتحول الجهاز أو الماء الموجود بالجهاز إلى رذاذ المي اللي أنا هون بدي ورجيه للكاميرا لتشوف الكمية اللي طالعة، بتحوله لرذاذ بينتشر بالهواء بالمحيط اللي حولنا. لما بينتشر بالهواء بالمحيط اللي حولنا مين اللي بيستفيد منه سارة؟ أكيد نحن بأول نستفيد. صح. طبعا بنستفيد منه أول شيء عنا جيوب الأنفية، ما بيصير فيها احتقان، مثل ما قلنا بشرتنا ما عاد فيها جفاف، بترجع لها الرطوبة. تخيلي مين بيستفيد كمان؟ المفروشات. المفروشات والاثاث اللي حولنا، ما حدا حيصدق هيدا الشيء اذا عندنا نحن خزن من الخشب، الارضيه تبعنا خشب او اي نوع من انواع الاقمشه، كلياتها مع جفاف بتطقطق وبتنخسر بعمرها اكثر. اما لما يكون في عندنا جو رطب ومليان بالرذاذ، هذا الشيء بيطول بعمرها وبنكسب نحن سعر المنتجات اللي مقدمينها وبنكسب صحتنا بنفس الوقت. الحلو كمان انه الجهاز اللي نحن رح نتعرف عليه هو كثير سهل الاستخدام، مثل ما عم نشوف هون في ازرار كتير بسيطة. اول شيء عندنا هون الزر اللي موجود عندنا هو كتير مهضوم اذا نحن بدنا نستخدم هيدا الجهاز بالليل. اول ما نحن نحطه نضغط بيكون عندنا هيدا الضوء لنقدر نحن نشوف الجهاز بالليل، وهيدي الكبسة هي كتير مهمة لانه نحن بنقدر نعمل رطوبة دافية ورطوبة شبه باردة للبيت. يعني هون نحن مجرد ما نضغط على هيدي الكبسة شفنا شوية ضوء عم بيطفي ويضوي هيك على الاحمر، هيدي لفترة الشتاء. يعني إذا نحن عنا جفاف بفترة الشتاء ولكن بدنا كل الرطوبة اللي تطلع أو الرذاذ اللي يطلع يكون دافي، فينا نضغط هيدي الكبسة. وعنا كمان هون عم نشوف هي التايمر اللي موجود معنا، وكمان بيحط لنا العيار
اللي موجود وهو للرطوبة، كمان شكل الجهاز اللي موجود عندنا قد ايه كثير مميز، واهم شيء التانكس اللي بنقدر بكل سهوله نحملهم نحطهم ويضاينوا لوقت طويل المي اللي موجوده بقلبها. هلا كمان بدي اقول لك ساره، نحن عاده بتجي على الاستديو بتلاقينا هيك شوي عندنا احتقان من اليوم. المكيفات صح. اليوم عن جد انا هلا عم اقدم الفقره ومبسوطه، حاسه حالي عم بتنفس بطريقه كثير منيحه. كمان انا بدي احكي عن شغله كثير كثير مهمه، نحن عندنا الجهاز اللي عم نقدمه اليوم بيشتغل بتقنيه فوق البنفسجيه، هي الاشعه اللي بتكون بتشتغل من الداخل ما بتخلي انه البكتيريا او الجراثيم انهم ينمو بتقتلهم، غير انه حتى المواد المصنع منها الجهاز نفسه هي ضد البكتيريا، هذا ضد البكتيريا شو بيساعدنا؟ بيساعد انه ما يصير في عفن ما من المي من المي، او حتى تكون بيئه جيده لانه ينمو الجراثيم او اي بكتيريا، هيك نحن بنكون تاكدنا انه عندنا رذاذ ماء حينتشر بالهواء نقي 100%، حنستفيد نحن منه وايضا اطفالنا وكل المحيط حولنا. كمان في شغله كثير مميزه هون بدنا نحكي عنها، انه نحن بنقدر نتحكم بكميه الرذاذ اللي نحن بدنا نطلعه، في عندنا هيدي المفتاح اللي موجود تحت، المفتاح بيقدر يطلع لنا كميه رذاذ تكون كثير كبيره او كميه رطوبه تكون عاليه. هون منحولها للاخر وخلونا نشوف الكميه اللي عم تطلع كمان موجوده معنا، بينما مجرد انا ما اقلل هيدي الكميه عم قللها، ليكي قد ايه بتخف عنا الكميه. خلينا هون لنشوف، هيدا انا عم ببرم المفتاح ومنشوف قد ايه الكميه رجعت طلعت معنا. بالعاده سماح نحن عن جد بنكون نايمين مثلا على مكيفات، وخاصه بنعرف انه بمنطقه الخليج قد ايه نحن بحاجه لها، ولكن هيدا غير ضرر للاشخاص الكبار قد ايه بيكون ضرر للاطفال. بالدول الغربيه هيدي التقنيه عم يستخدموها من زمان، لانه بنعرف قد ايه عندهم الشتاء بيكون جدا قارس وبكون الشتاء جدا جاف. بالعاده لما بيكون واحد حاسس باحتقان، حتى اذا فينا نعمل بحث هلا على الانترنت، دائما بيقولوا من خلال الهيوميديفاير يقرب الشخص ويستنشق هيدي الرطوبه اللي عم تطلع، لانه هي رطوبه كثير فيها فلتر فهي امنه، مجرد ما يستنشقها الواحد اي احتقان بالجيوب الانفيه بتروح تماما وبيرتاح الجهاز التنفسي عند الشخص. هلا في شغله كثير نقطه مهمه يمكن كمان حتى المشاهدين حسوها معنا، انه جهاز ما له صوت ابدا. صح. عاده هيك جهاز بتسمعي من عن جد، من مثل لو كنت حاطيه بغرفه بتسمعيه بالغرفه الثانيه، لو دخلتي على صالون عند ضيوف دغري بتسمعي الصوت بتحسي في شيء شغال، اما نحن عم اول ما قدمنا الفقره لهلا يعني ما عم نسمع حتى نحن صوته، هذا الشيء يعني كمان بيريح الاشخاص لما يستخدموه. انا اول ما تعرفنا على الهيوميديفاير حسيته مش بس منتج للمنزل، حسيته كمان للجمال، يعني كل صبيه ما بتحب ابدا انه يكونوا شفافها مشققين، ما بتحب انه ضفيرها يكونوا كمان كثير ضعاف، بتحب كمان بشرتها انها تكون دائما بشرتها هيك ناعمه وما فيها هيدا الجفاف، فهيدا المنتج هيوميديفاير من هومادكس فينا نحن نعتبره منتج مفيد لصحتنا لجمالنا، ومثل ما ذكرت سماح لمفروشاتنا كمان، لانه ما بنتخيل قديش الجفاف اللي بيكون بالهواء له اضرار كثير سلبيه على اجسامنا. مثل ما ذكرت لك كمان هو بياثر على مناعه الجسم، بخلينا ناخذ اي مرض ننعدى بسرعه، بتلاقينا فجاه بنصير عندنا فلو او اي شيء بسبب المناعه، لانه نقصت لهي الرطوبه بحاجه الجسم لها، يعني هي الشيء الطبيعي اللي نعيش فيه، ما نحن عم نجيب شيء زياده عنا. كمان الحلو فيه انه مثل ما قلتي بيرجع الرطوبه للبشره، وايضا بيعطينا المي اللي نحن بحاجتها. دائما تلاقي اطباء الجلديه بيقول لك اشربي مي اشربي المي. صح. بسبب الجو الجاف اللي نحن عايشينه بسبب الاي سي، او حتى لما نطلع لاي مكان لانه دول الخليج شوي فيها جفاف، فهي بتساعدنا نرجع نعيش الحياه المتوازنه الطبيعيه. كمان الحلو نرجع نذكركم انه هيدا الجهاز رح يخلصكم من عديد من المشاكل، الجفاف بسبب بنرجع بنعيد جفاف للبشره، جفاف للشفاف، لكمان الأظافر، وجع للمفاصل، احتقان بالجيوب الأنفية وأيضا بالجهاز التنفسي. يعني إذا نحن قادرين نشتري جهاز يأمن لنا الرطوبة الكافية بمعيار كتير مدروس، وعم نحكي على شركة أمريكية رائدة مثل هومادكس اللي دايما بتعمل كل المنتجات الخاصة بالصحة وبمعايير سلامة وأيضا معايير كتير مدروسة. نرجع منذكركم برقم المنتج هو 600204، جاي لألكون مع سبا متنقل واللي هو البورتبل سبا، بقلبه أكثر من صوت للشتاء
وصوت كمان للنهر واصوات هيك كثير هيك من الطبيعه لحتى تسهل على الواحد انه ينام ويكون مرتاح. وبنفس الوقت نرجع نذكر بالتقنيه اللي هي مضاده للبكتيريا الفوق البنفسجيه. الاشعه الفوق البنفسجيه اللي بيشتغل منها جهاز هيوميديفاير، الحلو فيه انه هي بتقتل البكتيريا والجراثيم، يعني نحن عم نحكي عن هون جهاز حيعطينا هواء جدا نقي او رذاذ الماء مع الهواء جدا نقي، غير انه الماتيريال المصنعه منها نفسها الجهاز هي كلها مضاده للبكتيريا. نحن دائما بنخاف من الاجهزه اللي فيها مي انه يطلع عفن او تكون بيئه مناسبه لتتشكل البكتيريا باي مكان، نحن عم نحكي هون عن مواد جودتها جدا عاليه ما حتخلي مكان للبكتيريا، وهيك الشيء بنتاكد انه عم يطلع الرذاذ هو نقي 100% لنا ولاطفالنا. رقم المنتج بنرجع بنذكركم فيه 6002400، اتصلوا فينا على الارقام الظاهره قدامكم على الشاشه الخاصه ببلدكم، ما ننسى ابدا اهميه ذكر المنتج ورقم المنتج لمركز خدمه العملاء، ابقوا معنا لحتى نتابع بقيه فقراتنا المتنوعه مع منتجات جديده لصحتكم وصحه اطفالكم. أعجبكم المنتج؟ اضغط على إضافة في السلة.